السلام عليكم خواتاتي، ومرحبا بكم معايا في قناتي عالم المرأة. واذا كنتوا اول مرة كتشاهدوا الفيديوهات ديالي على اليوتيوب، كنتمنى منكم انكم تابوناو معايا وتكليكوا على الزر الاحمر وتابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على القناة ديالي، ودعموني باللايكات اللايكات. والان غادي نبداو نقومو بتحضير لي تاكوس. باش نصايبو هاد لي تاكوس ديالنا غادي نحتاجو صدر ديال الدجاج على حساب عدد الاشخاص وشحال ديال لي تاكوس اللي غتصايبو، بصله مقطعه مشلضه رقيقه، واحد جوج فصوص ديال الثومه، زيت المائده، الابزار، سكنجبير، الخرقوم، التحميره، الابزار، شويه الحامض، عصير الحامض، الملح، المايونيز باش ندهنوا به الخبز ديال التورتيلا ديالنا، هو الصلصه الحاره، والفرماج. انا هنايا ما كانش متوفر عندي الفرماج مربعات، غناخذ غير هذا الفرماج الاحمر العادي. والان نبداو على بركه الله. غادي نشعلو على المقلاه ديالنا، نديرو شويه ديال الزيت، من بعد ناخذ البصله وفص ديال الثوم، نديروهم يتشحروا، نزيدو لهم ملح، نخليو البصله ديالنا تشحر مزيان. بعد ما تهبط البصله ديالنا وتشحر، عاد نزيدو عليها شرائح ديال صدر الدجاج. كنستمروا التحريك ديال البصل ديالنا. بعد ما تشحرت البصل ديالنا كنزيدو عليها شرائح الدجاج، كميه اللي بغينا حنا على حسب عدد الافراد اللي عندنا في الدار. كنضيف عليه عصير ليمون، وكنعرفين عصير ليمون كيتبات بزاف مع صدر الدجاج، كيحيد منو كتلك الزفورة لي كتكون فيه. كنخليو الشرائح ديالنا يتشحرو مزيان، ومن بعد عاد نضيفو لهم العطرية. فوا البصلة ديالنا كطيح ولا دانت كيبدا يتشحر، كنزيدو له التوابل، كنزيدو له معلقة ديال السكنجبير، شويه الكمون، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، ونص معلقه ديال التحميره. كنستمر في التحريك وكنخليوه يتشحر مزيان. صدر الدجاج ديالي من بعد ما تشحر ها هو، وهذه المايونيز لها الصلصه الحاره، كناخذ من المايونيز والصلصه الحاره وكندهن بخبز التورتيلا ديالي. هذا انا صايبته غير في المنزل، الا بغيتوا الوصفه ديالو خليوها لي في لي كومونتير ونديروا حلقه ليه، صور لكم فيديو الطريقه باش كنصايبو غير في الدار. بعد فاش كندهن الخبز ديالي ديال التورتيلا مزيان بالصلصه، كناخذ صدر الدجاج ديالي. الا كان عندكم حتى الكفته وبغيتو تزيدوها ماشي مشكل، كيجي لذيذ كان احسن، الا ما كانش غير اللي موجود المهم ديروه. من بعد كناخذوا الفريت ديالنا، لي تاكوس ضروري كيكون فيهم الفريت لداخل، من بعد كناخذوا الخس، كيبقى اختياري اللي بغى يدير اللي ما بغاش. ما كنديروا الخس ديالنا، كنزيدو البصله خضره حتى هي اختياريه اللي بغى يدير اللي ما بغاش يديرها. من بعد كنزيدو شرائح ديال الفرماج. انا الناس استعملت غير الفرماج الاحمر، الا كانت الساندويتش كان احسن. ومن بعد كنطويو لي تاكوس ديالنا. من بعد كنطويو الشكل التاكوس ديالنا على هذا الشكل بحال شكل ظرف،
ودابا غنديوه لآلة بانيني باش نديروه يتبريسا. وها هو الطاكوس ديالي من بعد ما درته في بريسا وبريسيتو، كيجي لذيذ وكيجي هائل، غير جربوه وانايا متأكدة انه غادي يعجبكم. كيتقن رخيص بالنسبة للطاكوس اللي كنشريو، وفي نفس الوقت كناكلو شي حاجة مضمونة. وإلا عجبتكم القناة ديالي وعجبكم الفيديو اليوم، دعموني وكليكيو على جيم 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 وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم القناة ديالي باش تعمل فائدة للجميع. وكنشكركم، وإلا كان عندكم شي استفسار ولا أي حاجة خليوها لي في لي كومونتير. وشكرا، إلى فيديو مقبل إن شاء الله.